هستخدم النهارده قمر الدين من فيتراك، وده مركز مكتوب عليه اهو ورا ازاي تستخدموه بالظبط والمعيار بتاعه بالظبط. احنا هنحط لكل 12 كوب سوري الازازه دي بتعمل 12 كوب، الازازه دي بتعمل 12 كوب، واحنا هنحط ميه نخفف بيها القمر الدين عشان زي ما قلت لكم ده مركز، وهنعمل اضافه بسيطه جدا ان احنا هنضيف تمر ليه كمان هيبقى رهيب. فاحنا عندنا للمقادير ميه متلجه، عندنا تمر قطع اي تمر بتحبوه، والتمر على فكره ممكن يتبدل بالمشمشيه او بالقراصية او باي حاجه تانية من حاجه رمضان انتوا بتحبوها، المهم الفكره. وهنستخدم مركز قمر الدين من فيتراك، يلا بينا. ايه رايك؟ ايه رايك في اللي بيحصل ده؟ ايه رايك؟ يلا هنحط مركز قمر الدين، بصوا تقيل ازاي عشان مركز. هنحط كده نرج شوية عشان ينزل لان هو تقيل ما شاء الله، لان قلنا ايه مركز. هحط بالكمية اللي انا عايزاها واخففه بالمية المتلجة. انا هعمل كده ايه فتحة عشان تعدي الهواء، بيبقى الهواء احيانا متجمع زي برطمان الصلصه، عارفين لما الهواء يبقى متجمع فيه ما يخليهاش تنزل، نفس الفكره بالظبط. يلا بينا، بسم الله الرحمن الرحيم. شفتوا كده خلاص تمام. انا بعمل كميه لحبايبنا اللي هيفطروا في القناه كلهم. يلا بينا، بسم الله الرحمن الرحيم. وهحط التمر وهحط ميه. استنى اعمل كده احسن، ناخد بالكوبايه العياريه عشان ما نبهدلش الدنيا. ميه متلجه هيطلع عصير ده يا جماعه ملوش حل، تقدروا تضربوا التمر خالص وتنعموه خالص، تقدروا تسيبوه قطع براحتكم. السيرب ده يا جماعه طبعا مسكر، هو مركز ومسكر، فمش محتاجين تحطوا سكر خالص. ودرجه التركيز هو طبعا في عيار لعمله على الازازه، وبرده ادوا نفسكم حريه انكم تخففوا او تتقلوا على حسب ذوقكم الشخصي. انا دايما بعمل كده في اي حاجه بجيبها، بعمل المعيار اللي مكتوب واشوف انا ممكن اكون انا بحب الحاجه تقيله اكتر، ممكن اكون انا لا بحبها خفيفه اكتر، فبرده كل واحد ايه دي مساحه طبعا لذوقه الشخصي يغير فيها على مزاجه. المركزات دي جميلة جدا، بتسهل علينا الدنيا جدا. الناس اللي ما عندهاش رغبة انها تقعد تعمل 20 مشروب لرمضان، انا شخصيا منهم يعني ما بلحقش بصراحة، فالحاجات دي بتنفع جدا وجميلة جدا ولذيذة قوي. يلا بينا نضرب. هشيل بقى كل حاجة، تعالوا نوسع الدنيا كده، نشيل الخلاط خلاص مش عايزينه. فين الشفشة اللي هقدم فيه؟ وادي الشفشة اللي هقدم فيه، هصب فيه العصير العظمة ده. خلوني الأول ايه اصب كمان حبة في الكوباية. نقفل ازازه قمر الدين ونشيلها في التلاجه للمره الجايه، ونشيل كل حاجه عندنا. نمسح مكاننا، وخلاص برضو الميه. يلا بينا. هصب كوبايتين تلاتة كده
واصب الباقي. في الشفشق. ونجهز لهم كده بورد لذيذة أو صينية أو أيا كان. ادي العصير وادي الكوباية، ريحته تحفة على فكرة. بيعجبني فيه ايه؟ ان ريحته مش قوي، فتحسه كأن بتشربه مش طازة معمول قمر الدين، فبيبقى جميل قوي بصراحة. مفيش أحلى من الحاجة اللي بيبقى ريحتها كده، بتبقى لذيذة وجميلة وزي الفل.